هنروح لزميلنا محمد توفيق في النادي الاهلي جاهز عشان نطمن كمان على فرقتنا الأهلي. محمد توفيق مراسلنا من النادي الاهلي، حابين نطمن على الفرقه، الاخبار ايه، الاجواء عندك ايه؟ محمد اتفضل معاك الميكروفون. مساء الخير كابتن هاني، تحياتي ليك وللزميل العزيز احمد سمير وزميلتي العزيزه سالة حامد وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. ليله جديده من ليالي الاهلي في رمضان واجواء اكثر من رائعه هنا في مقر النادي الاهلي الرئيسي بالجزيره. يمكن طقس الشتاء معتدل جدا، حاله كبيره جدا من الاقبال من الاعضاء النهارده، وكمان يمكن عندنا اكثر من مباراه في الالعاب الاخرى، بجانب طبعا الحرس الاهم وهو تدريب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي اللي يمكن انتهى منذ لحظات قليله في تمام 9:30. ابتدى المران، كان في محاضره نظريه في الملعب مع مستر مارسيل كولر والمجموعه الموجوده من لاعبي الفريق الاول، اتكلم معاهم طبعا عن اهميه المرحله الجايه، وخلاص يعني الساعات كلها بقت بتصب في حاجه واحده كابتن هاني يا احمد، يعني هي مباراه سيمبا التنزاني في مباراه ربع النهائي من دوري ابطال افريقيا المقرر لها ان شاء الله 29 مارس الجاري باذن الله في الثامنه مساء بتوقيت القاهره على ملعب مكابي في دار السلام بتنزانيا. كان خلاص كل الساعات بتصب في هذه المباراه، مستر مارسيل كولر اتكلم مع اللاعبين، بعد كده على طول ابتدى المران ببعض الفقرات البدنيه، ومن بعدها على طول تدريبات الكره، وطبعا كان تدريب قوي جدا لحراس المرمى الموجودين طبعا باستثناء حمزه علاء المنضم للمنتخب الاولمبي ومصطفى شوبير المنضم لمنتخب مصر الاول. يمكن مستر مارسيل كولر زي ما قلت لحضرتك كابتن هاني احمد اتكلم عن اهميه هذه المرحله والاستعداد مبكرا لهذه المباراه. يمكن ان شاء الله الفريق في راحه من بدايه من الغد، طبعا هيتم الاعلان عن مده الراحه بالتنسيق ما بين كابتن خالد بيبو مدير الكره بالنادي الاهلي ومستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق، وان شاء الله من بعدها التدريبات هتبدا تتواصل تاني، يعني في انتظار بقى انضمام اللاعبين سواء الموجودين في المنتخب الاولمبي او منتخبنا الوطني طبعا بعد نهايه الدوره الوديه، ومن بعدها ان شاء الله الاعداد لسفريه تنزانيا وملاقات سيمبا التنزاني باذن الله. خلينا نطمن على بقى منك يعني او نعرف السياق، نعرف منك كابتن محمد الشناوي، ياسر ابراهيم، اليو ديانج، وسام ابو علي، يعني على قدم وساق بتجري تجهيز هؤلاء اللاعبين جميعا في برنامجهم التاهيلي بمختلف مراحله، وان شاء الله يعني في اقرب فرصه يكون كل اللاعبين موجودين مع الفريق الاول يدعموا زملائهم ويكونوا ان شاء الله يعني زي ما بنقول كده خير داعم لمجموعه اللاعبين في ظل موسم طويل وممتد في اكثر من بطوله. ان شاء الله النادي الاهلي يكون محمد انت سامعني كويس المركز الاول زي ما احنا بنقول دايما، النادي الاهلي كل بطولات داخلها السنه دي بيداخل عشان يحافظ على لقبه للعام الثاني على التوالي فيها، وان شاء الله يحقق ارقام قياسيه. دي كانت كل اجواءنا من هنا من مقر النادي الاهلي الرسمي الجزيره، الكلمه ليك كابتن هاني اتفضل وليك يا احمد. طيب لا لو سامعني يا محمد او لو الزملاء حتى في الكنترول ممكن يوصلوا لي السؤال، احنا عارفين انه النهارده بيرسي تاو كان موجود في التمرين، يهمنا طبعا نطمن على النجم الجنوب افريقي، عارف انه يمكن غاب حتى عن المباراه الاخيره بسبب الاجهاد، اصابه وسام ابو علي في عنده اصابه في العضله الخلفيه، برضو عرفت انه قريب جدا من انه يعني يكمل برنامج التاهيلي بتاعه، وبالتالي مدى امكانيه انه يكون جاهز للمشاركه في مباراه سيمبا. عموما لو تقدر تدينا كده تفاصيل عن حالات او قائمه المصابين والغيابات بسبب الاصابه والناس اللي راجعه في بتعمل برامج تاهيليه، يا ريت نعرف منك اخر التطورات. طيب واضح انه محمد مش سامعنا كويس، هنحاول نتواصل معاه مره ثانيه، بس يعني معلوماتي النهارده هاني انه بيرسي تاو تمام. صحيح بيرسي تاو رجع التمرين واقرب الناس اللي ممكن تكون داخله في مرحله التحضير لماتش سيمبا هو وسام ابو علي ان شاء الله، ورقه برده بشوف من الاوراق المهمه جدا. طبعا مهم جدا وسام يكون ان شاء الله موجود، لكن يعني خلينا نتكلم فتره كويسه جدا لرجوع اللعيبه اللي عندها اصابات، بعض الاصابات زي ياسر ابراهيم مثلا لسه طبعا عنده وقت شويه لان ديانج برده بقى بره الحسابات شويه. ديانج لسه طبعا مشوار الاصابه هيكون طويل شويه، كل الامل ان وسام ابو علي يكون موجود في المباراه القادمه لانه هيكون ان شاء الله اضافه كويسه جدا. بيرسي تاو كمان بعد حاله الاجهاد رجع النهارده للتدريب بشكل كبير. معانا توفيق تاني؟ معانا توفيق اعتقد. طيب توفيق، كان احمد بيسالك عن بيرسي تاو طبعا بعد غيابه عن المباراه مباراه البنك الاهلي نتيجه الاجهاد، حالته النهارده ايه؟ اللعيبه المصابه ان شاء الله باذن الله مين المتواجد والبرامج العلاجيه واصله لفين؟ نحب نسمع منك. يعني في البدايه كابتن هاني يا احمد بطمنكم، بيرسي تاو يمكن
بس فضل مستر مارسيل كولر راحته من مباراه البنك الاهلي، ولكن هو الحمد لله من الناحيه البدنيه هو سليم تماما، موجود في التدريبات على طول من ثاني يوم بعد المباراه، يمكن النهارده اليوم الثالث على التوالي شاركته في التدريبات. كل اللاعبين زي ما قلت لحضرتك باستثناء محمد الشناوي اللي طبعا يعني في المرحله الاولى من برنامجه التاهيلي، وبيعتقد يعني اتكلمت مع دكتور احمد جبل رئيس الجهاز الطبي للفريق، قال انه شغال بمعدلات اكثر من رائعه اكثر كمان من الموضوع عليه، فان شاء الله ينهي المرحله الاولى بشكل اكثر من رائع ومن ثم يخش في المرحله الثانيه. ياسر ابراهيم يمكن ان شاء الله يكون اقرب اللاعبين للانضمام لقائمه الفريق هو وسام ابو علي، ولكن لسه طبعا هو في مرحله التاهيل لسه لم يتحدد موعد عودته، ولكن ان شاء الله نامل يعني باذن الله رب العالمين انه يكون موجود في رحله النادي الاهلي في تنزانيا باذن الله رب العالمين. وسام ابو علي نفس الامر قريب لسه برضو يمكن ديانج عمل خلاص جراحه المنظار في الركبه، وان شاء الله يعني اعتقد بعد شهرين هيكون موجود مع الفريق بشكل طبيعي، ولكن غير كده الحمد لله كل اللاعبين بحاله بدنيه وفنيه اكثر من رائعه. بيرسيتاو ومودست كهربا كلهم بيشاركوا في التدريبات بشكل كبير جدا، بيغيب بس زي ما قلت لك الاربع اصابات الشناوي ياسر ابراهيم ديانج ووسام ابو علي، ويك طبعا بيغيب اللاعبين 10 لاعبين في منتخبنا الاول، وكمان لاعبين اللي هو حمزه علاء وكريم الدبيس رفقه المنتخب الاولمبي. بنتمنى لهم كلهم التوفيق وان شاء الله يعودوا سريعا لفريق النادي الاهلي، وباذن الله يكون الاستعداد على قدم وساق، وباذن الله تكون رحله موفقه لتنزانيا والرجوع باذن الله بنتيجه ايجابيه تسهل علينا ان شاء الله مباراه العوده هنا في القاهره، وباذن الله الصعود للدور قبل النهائي ان شاء الله. ان شاء الله محمد توفيق مراسلنا من الجزيره استاد التتش، بنشكرك شكرا جزيلا، كل سنه وانت طيب.